السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل اكلة سريعة جدا وان شاء الله تعجبكم بإذن الله. نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم. انا عندي نص لحمة مفروم، وعندي بصلية مبشورة، وعندي 4 معالق بقسماط، وطبعا صفينا البصل من المية بتاعتها، ولازم تكون اللحمة كده فيها دهون شوية، وعندي طماطم، وعندي البهارات بقى اللي احطها، فلفل اسمر، ملح، توم باودر، بصل باودر، معلقه بابريكا، وحاجه مهمه جدا معلقه بيكنج باودر ممسوحه صغيره. طبعا الكميه دي لو انت عايزه تعملي 1/4 كيلو هتخلي بس هتحطي معلقتين بس بقسماط، مش 4 معالق، وهي هي البصله بس نصغر البصله شويه. طبعا هنحط البصل في بوله كبيره عشان نعرف نقلبها كويس. هنحط بقى اللحمه كده ونحط عليها البصلية المبشوره، البصلية تكون ناعمة أو صافين منها المية. هنحط بقى البقسماط، 4 معالق بقسماط ناعمة، ولو انت حطيت 1/4 كيلو لحمة قلنا نحط معلقتين بس. وهنحط بقى البهارات بتاعتنا، فلفل أسمر، ملح، بهارات، فلفل أسمر، ملح، معلش، بابريكا، توم بودر، بصل بودر، ومعلقة البيكنج بودر الممسوح. نقلب بقى كله كده مع بعض. طبعا عشان العجينه تبقى ناجحه معايا بتاعه الكفته نقلبها كويس قوي عشان البهارات تدخل مع بعضها مع البصل مع التوابل بتاعتها كلها، وتدي طبعا طعم حلو. قلبنا كده كويس قوي مع بعض. نشوف بقى الخطوه الجايه ايه، نلعب على الجوانتي كده عشان نعرف نصبعها. هنجيب بقى طبق، وطبعا ميه البصل اللي احنا صفيناها طبعا هنستعملها، ان احنا هنعمل بيها ايدينا، هنصبع نبل ايدينا كده ونصبع بيها الكفته. هنعملها كور، هنعملها كرات كده كلها. طبعا الأكلة دي جميلة جدا وسريعة، وطبعا مسافة نص ساعة، أقل من نص ساعة هتلاقيها مستوية ومخلصاها كلها. طبعا الأكلة دي يا جماعة طبعا بتبقى سهلة بالنسبة بقى، طبعا جت عندنا المدارس والواحد بيبقى ساعات الأولاد طبعا جعانين عايزين نخلص حاجة بسرعة مش هتاخد منا وقت، فمسافة نص ساعة وانت واقفة كل هتكوني كمان مخلصاها وخلصت كمان وطفيتي عليها. هنصبع كده الكور كلها مع بعضها، وطبعا انا مش هعملها كلها، هسيب طبعا طبق منها، انت طبعا ممكن تعمليها كلها على حسب ايه الاسرة اللي عندك. طبعا هتيجي بقى وقت الزنقة هتنفعنا، هنطلعها ونكون عايزين حاجة سريعة هتبقى جاهزة عندنا، تبقى الحاجة حلوة ما تكون جاهزة عندنا في التلاجة. انا شلت الطبق ده زي ما بقول لكم اهو، وهنحمر بقى دي ونشوف مع بعض الخطوة الجاية ايه. هنجيب طبعا طاسة ونحط فيها معلقة سمنة، نستنى بقى اما تسيح وتسخن، اهم حاجه ان السمنه تسخن، سخنيها عشان خاطر مش عايزين نحط الكفته ويكون السمنه بارده عشان خاطر ما تتفتحش منك. وطبعا الكفته مش هنقلبها بايدينا، هنرصها كده في قلب الطاسه، وطبعا هي المكان اللي احنا هنعمل فيه هنحمر فيه الكفته، هنعمل فيها بقيه الايه، هنشوف هنعمل فيها بقية الخطوات الجاية، هي في نفس الطاسة مش هنعمل بقى 100 حاجة، نعمل فيها هي حاجة واحدة بس. هنرصها كده كلها، وبعد ما نرصها هنقلب فيها من وقت للتاني تقلبتين كده، وهنروح مغطيينها عشان تشرب من بعضها، وطبعا ايه عشان تستوي. هنسيب بقى الطبق ده كده، هنشيله في قلب الفريزر. وطبعا قلنا اللي حن كوبايه الطماطم اللي احنا شلناها هنوريكم هنعمل بيها ايه. هنقلب بقى من وقت للتاني كده، نهز بس الطاسه كده كله بيتقلب مع بعض. وطبعا الاكله دي حلوه جدا وسهله جدا زي ما احنا قلنا، وهنشوف في النهايه مع بعض ممكن نعمل جنبها اسهل حاجه نعمل جنبها شويه، ان شاء الله هنعمل جنبها شويه رز او تغيير بدل الكفته اللي احنا بنقعد نعملها. طبعا الحاتي والحاجات دي تبقى عايزه مكرونه، دي تبقى حلوه عشان خاطر هنعملها بالصلصه، هتبقى مستحب جنبها شويه رز. وطبعا ممكن لو اطفالنا ان احنا مستعجلين على حاجه طبعا هتشبعهم، وحاجه ايه بصلصه وحاجه سريعه كده. احنا قلبناها كويس، هنغطيها بقى ونسيبها ايه تاخد من بعضها شويه. طبعا احنا في الاول علينا البوتاجاز وبعد كده توطي عليها كده بقى، هنسيبها براحتها. هنحط لها معلقتين سمنه ونعمل جنبها شويه رز بقى حلوين،
انا غسلت شويه الرز وصفيتهم، هندي بقى تشويحه حلو. تعرفين الرز مبقاش حلو غير لما نديله تشويحه كويس، ما نستعجلش ان احنا نحط عليه الميه او الشوربه غير لما التشويحه الحلوه دي بتخليه مفلفل وحلو. وزي ما احنا شايفين الكفته اهي كده بقى لونها حلو جميل قوي. هنشيلها بقى ان شاء الله، وبرده مش هن ايه هنغطيها كده، هنشيلها زي ما احنا قلنا. هنقلب بقى الرز كده ونسيب بقى الميه بتاعته كده. ادي الكفته كده تمام قوي، هنشيلها بقى كده ونصفيها من السمنه. قلنا طبعا عشان نستفاد بنفس الطاسه هنحمر فيها بقى الايه، هنشوف هنعمل مع بعض ايه كده. تمام، هنحط بقى عندنا هنا معلقه ثوم، هرسي الثوم هنروح من حاطينها ومقلينها، هنقلبها تتحمر في نفس السمنه بتاعه الكفته، بتدي طعم جميل قوي، وفي نفس الوقت هتبقى في نفس هي الطاسه. نقلب كده شويه لغايه بس ما لونها يصفر، تدبل بس شويه كده، الريحه بقى جميله قوي. انتوا عارفين الثوم في اي حاجه بيدي ريحه حلوه قوي. قلبنا كده، هنحط بقى عليها شويه الطماطم اللي احنا ايه عملناهم على قد الكفته. طبعا احنا طبعا الاكله دي يا جماعه ما نحطش فيها صلصه كتير، هو المج بتاع الصلصه ده بس. هنحط بقى عليها معلقه فلفل اسمر صغيره، ونحط الملح، وهنغطيها بقى نسيبها تتسبك براحتها حبه شويه كده ما تتسبك. طبعا هنجيب بطاطسايه كده، الكفته اللي احنا حمرناها، وادي الطبق اللي احنا هنشيله في الفريزر كده. السبيكه بقت حلوه، انا عندي بطاطسايه قطعتها قشرتها قطعتها مكعبات، طبعا بطاطسايه بس لان انا عاملاها على قد الوجبه على قد اليوم، قلنا عشان حاجه نعملها في السريع ويطوى على قد الاكل. هنسيبها بقى تاخد مع بعضها شويه كده في الصلصه، وبعد كده هنحط عليها الكفته كده. بقت تمام حلو قوي اهي، هنحط بقى فيها الكفته يا دوبك تاخد معاها غلوتين بس، وهنطفي عليها ونشوف في التقديم. نقلب فيها كده، نزلناها في الصلصه مع بعض تاخد بقى، نغطيها بقى عشان كل الطعم ياخد من بعضه. ريحتها جميله وروعه وروعه، انت عارفين ريحه الثوم مع الصلصه مع الكفته مديه ريحه جميله كده. تمام اهي، هنشوفها بقى في الطبق ونشوف، نغرفها بقى مع بعض ونشوف. طبعا ما خدتش اي حاجه خالص، سهله جدا وطعمها بقى حكايه قوي قوي. بس انت جربيها وان شاء الله تدعيلي، وجبه سريعه ما تاخدش منك وقت، وطبعا هتعملي جنبها شويه رز كده فضيناه اهو. نشوف بقى انا عملت شويه الرز الابيض اللي احنا شفناه مع بعض، هنغرف بقى ونشوف في التقديم. نحط بقى حبه الكفته كده جنب الرز، الله على الجمال، ما خدتش مني اي حاجه خالص والله، سريعه جدا جدا. يا رب ان شاء الله تعجبكم، نتقابل في اكله جديده من اكلات تيتانونا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.